مرحبا بكم اخواتي، كنتمنى تكونوا على خير. مرحبا بكم في قناتي. اليوم غنتشارك معكم تيراميسو بلا بيض بلا جيلاتين متماسكه. المذاق ديالها كيجي لذيذ بزاف بمكونات اقتصاديه، وطريقه التحضير سهله بزاف. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها كيجي زوين، مع ان المكونات جد بسيطه. كنتمنى تجربوها. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك. بالنسبه للمقادير طريقه التحضير، غنحتاج نصف لتر ديال الكريمه سائله، هذه عندي حلوه، عندي جبنه الماسكاربون 250 غرام، هذه خاصه بالتيراميسو. هنا غادي نعبر نصف لتر ديال الكريمه السائله. بعد ما وضعناها في البول كنطربها مزيان حتى كتطلع شويه، عاد كنضيف الجبنه. هنا بعد ما طلعت شويه كنخليها حتى كتقبط راسها مزيان، تقريبا على هذا الشكل اللي كيبان في الفيديو. كنضيف جوج معالق كبار ديال السكر كلاصي، لان الجبنه كتكون مسوسه، وكنضيف الجبن ديال الماسكاربون. صافي، هنا كنضيف الجبن ديال الماسكاربون وكنعاود نطرب مزيان حتى كتوقف مزيان وتشد راسها. هنا كتطرب مزيان حتى كينسجموا المكونات اللي درنا، تنسجم الجبنه مع الكريمه. كتجي متماسكه على هذا الشكل، قابطه راسها. قرب لكم هنايا باش تعرفوا لا تيكستور ديال الكريمه. هنا كناخذوا بوش اي بوش عندكم. الدوي ممكن دوي عادي سامبل، ولا دوي فيه، ولا دوي مشنف، ماشي مشكل. اللي متوفر عندكم ممكن تستعملوه. هنا غادي ندير الكريمه في البوش ديالي باش كيجيني سهل في الاستخدام. صافي، هنا بعد ما درنا الكريمه في البوش غادي ننتقلوا للمرحله اللي موراها. عندنا هاد لي بيسكوي لي بودوار متوفرين في جميع المتاجر. عندنا قهوه سريعه الذوبان بلا سكر بطبيعه الحال. بالنسبه لصحن التقديم، اي صحن متوفر عندكم. كندوزوا لي بودواغ في القهوه السريعه الذوبان، وكنستفوهم في صحن التقديم على هذا الشكل.
اول مرحله كندير لي بودواغ على الجهه اللي فيها السكر، هي اللي كنخليها منها للصحن. هنا بعد ما ستفت لي بودواغ كندير طبقه ديال الكريمه فوق منه، وكنبقى كندير طبقه ديال البسكويت وطبقه ديال الكريمه حتى كنسالي الكميه اللي عندي.
عندي كناخد بودرة الكاكاو، كنديرها في شي صفاية بحال هكا، وكنبقى نرش الوجه ديال التيراميسو شوية حتى كنكملها كاملة، وكندخلها للتلاجة تبرد تقريبا 8 سوايع. وبالصحة والراحة، كنتمنى تجربوها، كتجي لذيذة بزاف، كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينة وكتعطي منظر زوين، حتى هذاك الدوي مشنف حتى هو كيعطي المنظر للحلوة ديالنا. وبالصحة والراحة، كنتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنسوش تدعموني بالاشتراك وبلي لايك، وتخلوا لي كومنتير زوين بحالكم. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.